يعني بالعودة إلى حوض النيل ودول حوض النيل، وحضرتك ذكرت أيضا أنه يعني وجهتي النظر المصرية والكونغولية تكاد تكون متطابقتان، يعني كانت دائما رؤية مصر أنه هذا الحوض يكون نموذج للتعاون بين دوله، نموذج للتعاون الاقتصادي لتعظيم القيمة يعني المضافة من هذا التعاون. إذا من الممكن للبلدين مصر والكونغو أن تدفعان يعني نحو هذا المنحة فيما يتعلق بدول حوض النيل. لا شك أن رؤية مصر والكونغو وبعض الدول الأفريقية مثل السودان تتفقان مع يعني توجهات والقواعد والأحكام التي يعني موجودة في القانون الدولي والاتفاقات الدولية وفي المواثيق الدولية أيضا، على النحو الذي يمكن أن نقول معه أن اتفاقية أنتيبي يعني هناك رؤية مشتركة بين مصر وبين الكونغو وبعض الدول الأفريقية على أن تكون الاتفاقية تحظى بتوافق عام كامل من كافة الأطراف. هناك نقطتين أساسيتين نعلم أنهما تقفان في مجال النقاش والجدل حتى الآن، وأعتقد أن الكونغو ومصر والسودان لديهم رؤية مشتركة في هذا الصدد وعملية الإخطار المسبق وأيضا عملية التصويت بشكل جماعي. أعتقد أن هذا الأمر يعني يتفق والقوانين الدولية الخاصة بالأنهار وأيضا يتفق مع الاتفاقيات الثنائية والثلاثية المبرمة بين دول في حوض النيل. من هنا تبدو الأهمية الكبرى للدور الكونغو بصفة خاصة في ملف سد النهضة وأيضا فيما يتعلق بدول حوض النيل، خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، استفادة من تجربة مصر في فترة الرئاسة أيضا. طيب السؤال الأخير لك سعادة السفير عن الشق الأمني، يعني الذي ذكرته أيضا في معرض حديثك. نعلم طبعا تماما أنه هناك من الإرهاب ما يتواجد في بعض دول القارة الإفريقية، ومصر طبعا لها هذه الخبرة الكبيرة في مكافحة الإرهاب، يعني التعاون الأمني ليس فقط فيما يتعلق بقوات حفظ السلام المصرية الموجودة في إفريقيا، ولكن أيضا في مكافحة كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تنتشر في بعض ربوع إفريقيا. كيف يمكن أيضا للتعاون المصري الكونغولي أن يعني يدفع في هذا المجال نحو استقرار أكبر في إفريقيا؟ لا شك عندما نتحدث عن الملف الأمني فنحن نتحدث عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر، نعم، والنازحين واللاجئين وأيضا الهجرة غير الشرعية. أيضا نتحدث عن الأمن والاستقرار في بعض دول القارة التي تواجه تحديات مثل الأزمة الليبية والتوتر الحدودي ما بين السودان وأثيوبيا وبعض القضايا التي نجدها أيضا في بعض الدول الأفريقية مثل جنوب السودان وأيضا مثل الصومال. أيضا نتحدث عن الأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي باعتبار أن البحر الأحمر بحيرة عربية أفريقية وأن القرن الأفريقي هو الساحل الأفريقي للبحر الأحمر. أعتقد أن هذه الأمور في إطار هذا المفهوم تناولته المباحثات بين الرئيس السيسي وبين الرئيس الكونغولي. تم التطرق بالقطع إلى القضايا الليبية، قضية الليبية ومثل هذه القضايا في إطار عدم التدخل في الشأن الداخلي، في إطار مكافحة الإرهاب ونبذ وجود ميليشيات على أراضي دول عربية أو ميليشيات تمارس الإرهاب بدعم من دول خارج القارة الأفريقية. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل، كنت معنا عبر الصوت والصورة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية.